تجهيز كلاء المواد الغذائية لسلة الحادي عشر والخاصة بالرعاية الاجتماعية هو ما تعمل به الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في المثنى من خلال مخازنها التي ضمت مواد مفردات السلة. حسب التوجيهات من الإدارة العليا تم إكمال تجهيز سلة تاسعة، وإن شاء الله سيتم قطع هالأيام هذه، إن شاء الله الأيام القادمة سيتم قطع تجهيز السلة العاشرة. ومن ناحية الرعاية الاجتماعية الحمد لله رب العالمين، هسه حاليا بدنا نجهز السلة الحادية عشر الرعاية الاجتماعية ومع توفر كافة المواد. الوكلاء بدورهم أثنوا على نوعية المواد السلة الغذائية التي ساهمت بمساعدة العوائل المتعففة وتخفيض الأسعار في الأسواق. خمس مواد، مواد جيدة ما بها أي إشكالات، وخمس شكر وزيت وطحين وحمص وحليب والشاي، خمس مواد، مواد جيدة وما بها أي إشكالات. نزلت سعر السوق إلى 50% وساهمت في قوت المواطن الفقير خاصة، والأسواق معتدلة والحمد لله والشكر بفضل تجهيز السلة الرعاية الاجتماعية والسلة العامة للغذائية. ويتركز البرنامج الحكومي على أهمية توفير مفردات البطاقة التموينية للمواطن بالسلة الغذائية التي عانت الكثير من العائلات من ذوي الدخل المحدود. للعراقي الإخباري علي كريم، المثنى.